بابا. طلعي اجت، فيني اخذ الكرسي؟ تاخرت. شكرا كثير لكم. شو ما عم بيخليكي تجي؟ شوفي شو بك انت، كانك معصبه، رجعتوا تخانقتوا؟ احكي لنا سواتي. لا تفكري فيه، بكره ما بتلاقي غير جاي يراضيكي. نحن تركنا بعض. شو؟ شو؟ وخلص كل شي بيناتنا. كيف هيك؟ سواتي انتو صار لكم مع بعض من سنين، كان المفروض تتجوزوا بعد ما ترقى، كيف بيتراجع بوعده معك هيك؟ معقول هالحكي؟ هلأ قال لي لازم ننفصل. يعني هو قريب من هون؟ الحمد لله اني خلصت، ما عرفت اتخلص منها بسهولة. تاري بينضحك عليك اكثر ما تخيلت. سواتي هلأ هو ما قال لك ليش تركك؟ بلا، قال انه امه هي يلي ما انا موافقه علي. لا هذا مو سبب. ليش هو اخذ راي امه وقت اللي حبك؟ ما خطر ببالك هيك سؤال؟ كنت مصدومه، ما قدرت اساله، انا كان بدي بس ما قدرت. هو قال انه بده يسافر لبرا، وانا صدقته. اذا ما سمحنا له فكركم بيقدر بيروح؟ لا لازم يجاوب على السبب يلي خلاه يعمل هيك. يلا نيها اسمعي مدهوري. شو هدول ليش هيك عم يعملوا؟ والله ما بعرف، شكلهم تخانقوا. أرشو بترجاكي وقفي مع دهوري ونيها. أنا خسرت حبي بس أنا ما بدي أخسر احترامي. لا ما رح يصير شي، أنا هون رح أطلع وراهن لبرا وشوفن. اسمعي شو رح أقلك، كل شي بيناتنا انتهى وما بقى بدي أشوف وشك بنوب. لك وينه؟ شفته عجقة كتير هون، كيف رح نلاقي؟ اوف بقى على حالي. وين راح؟ بقيت بأي سيارة؟ ما بعرف، راح لبعيد. شو؟ انا حاسة انه راح لبعيد كتير وما رح يرجع بعد هلأ. لا تزعلي، لا تولي بالك. يا الله امي، وين حطت القلم تبعي؟ ما عم لاقي. هي اخذت لي امبارح. باي. شو يسلموا ايديكي. شكرا. بيشاليا بنتي، حضرت لك علبه الغداء، خديها. هي بارشو، ما بدك تاخدي علبه الغداء تبعك؟ ولا تنسي اليوم السبت، ها ماما عملت رز بقشره لك بالذات، ما رح تاخذيه؟ بعد اللي صار مو جاي على بالي اكل شيء ابدا. ولا بدي اخذ شيء من اي حدا بنوب. بس يا فارشو، انت ما بتحبي تاكلي الرز الا من ايدين امك. تعالي فارشا، جربي الرز اللي أنا عملته، مو مثل أمك بس يعني ماشي حاله. لا أختي، مو جاي على بالي أكل أي شيء. بارشا استني، بارشا استني شوي، بارشا خدي علبة الغداء، أنا عملت لها إياها إلا لبارشا، وأنا عملت لها إياها لأني بحبها مو لأنها عطتني راتبها. ليكي جانا قليلة إنه لازم نروح على خطبة أجيت، إذا بتعتبر حالة واحدة من العيلة فلازم تجي بكير. لمشاهدة المزيد من الحلقات
يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.